من أم درمان ينضم إلينا مراسلنا عثمان الجندي على الهواء مباشرة. عثمان، ماذا في المكتسبات الجديدة التي لا يبدو أن وتيرة السيطرة التي يقوم بها الجيش السوداني تقل قياسا بما كان عليه الحال منذ أن فتح الجيش تحركه المفاجئ للسيطرة على مناطق جديدة في العاصمة الخرطوم وفي محيطها؟ نعم أحمد، هذا التمدد واضح جدا في أربع محاور. في محور العاصمة الخرطوم الجيش حقق توسع كبير جدا وأنشأ عدد كبير من المقدمات القتالية والارتكازات، خاصة في منطقة شمال الخرطوم بحري وفي منطقة الحلفاء التي بسط الجيش سيطرته عليها الأسبوع الماضي. هي منطقة غريبة جدا لمنطقة الشهيدنا العسكرية يربطها جسر الحلفاء الذي يربط بين شرق الخرطوم بحري وكذلك يربط بين غرب أم درمان. هذه سيطرة كبيرة للجيش السوداني في هذه المنطقة، وأيضا الجيش المصري يروح سيطرته في مناطق جنوب الخرطوم وكذلك تمدد في مناطق غرب أم درمان تحديدا منطقة أم بدة. هذا محور. في محور سنار الجيش بعد سيطرته على منطقة جبل موية الاستراتيجية التي تربط بين ولاية النيل الأبيض وولاية سنار وولاية الجزيرة. الجيش استطاع أن يفتح الطريق الرابط ما بين ولاية النيل الأبيض وولاية سنار. الفرقة 17 المشاة التابعة إلى ولاية النيل الأبيض تمكنت بالأمس من تمشيط واسع وطرد بقايا قوات الدعم السريع في هذه المنطقة والسيطرة على عربة قتالية وغزت عدد كبير من الجنود في هذا المحور. وأيضا في محور ولاية سنار الجيش بات يتمدد في مناطق قتالية. يوشك الجيش أن يسترد عاصمة ولاية سنار، هي مدينة سنجة التي سيطر عليها الدعم السريع خلال الشهور الماضية. اكتساب نقطة جبل موية هي مهمة جدا. هذا مما دعا قائد ميليشيا الدعم السريع حميتاني تحصل على في غزابه بالأمس على فقد هذه النقطة المهمة والاستراتيجية. أيضا في محور ولاية شمال دارفور تحديدا ميدا الفاشل بسط القوات المشتركة والجيش السوداني نفوذهم الواسع وباتوا يسيطرون على مداخل مهمة في الحدود الغربية لإقليم دارفور، خاصة في مناطق المجاورة إلى تشاد وأفريقيا الوسطى والمجاورة إلى الدولة. لكن ولاية شمال دارفور ومدينة الفاشر على وجه التحديد فيها عثمان بسط الجيش ومعه بعض الفصائل من الحركات المسلحة السيطرة على هذه الولاية، وربما يشكل الأمر مدخلا أساسيا لما بعد ذلك، أم لا تزال حتى هذه اللحظة معارك الفاشر جارية؟ أحمد، المعارك الفاشر توقفت لجبهة غطس مدفعي من ميليشيا الدعم السريع بالنسبة لتمدد القوات المشتركة وقوات الجيش السوداني. الناطق الرسمي احمد حسين مصطفى باسم القوات المشتركه تحدث عن انتشار كبير جدا لقواتهم التي يعني سيطر على مداخل مهمه وقطعت خطوط الامداد التي كانت تاتي لميليشيا الدعم السريع وتهاجم الفاشل بموجات كبيره. عثمان اعتذر منك على المقاطعه واساكتفي معك بهذا القدر.